الدواء والدواء هو الغذاء والوقاية في العناية والعناية مش شفاء الغذاء هو الدواء بس بادر بالعلاج يومها تلقى الصحة تاج والوقاية في العناية والعناية مش شفاء الغذاء هو الدواء هو الدواء الغذاء أصل الدواء والدواء هو الغذاء والوقاية في العناية والعناية مش شفاء الغذاء هو الدواء هو الدواء. هيا يا سعاد سعاد لماذا توقفت؟ لا شيء يا أمي لا شيء؟ أراك متعبة وبطنك شاحب وشفتك بلون السماء لا شيء يا أمي غير أنني أشعر بالإجهاد كان ليس إجهادا إنما في الأمر شيء عودي عودي بنا إلى الطبيب هل عودي عودي بنا إلى الطبيب ولكن أبي ينتظر يا عمان أبيك ينتظر لكن المرض لا ينتظر هيا هيا يا سعاد تقدمي تقدمي يا سعاد فقر الدم أو الأنيميا المصحوبة للحمل. فقر الدم معناه نقص في كمية الكرات الدموية الحمراء أو نوعية الكرات الدموية الحمراء عن الحدود المعينة. المرض ده قد يكون 10% من الحوامل، إلا أن في مصر النسبة دي أعلى بكتير، ممكن توصل 30% من الحوامل المصابة بالأنيميا وفقر الدم. وأرجع أن احنا دولة نامية، فنسبة الحديد مثلا في المواد الغذائية قليلة، ونسبة الإصابة بالطفيليات كثيرة. وكمان من أوحش الحاجات اللي جادة جديدة أن المرضى الحوامل دول ما بيردوش فرصة لنفسيهم بين الحمل والحمل الثاني، فيبتدي يحصل حمل مبكر بعد الحمل الاولاني، ما تكونش المريضه استعادت كميات الحديد المطلوبه وتبتدي تخش ثاني في انيميا مره ثانيه مع الحمل. فعشان كده الحمل والانيميا منتشرين في مصر عنها في دول اوروبا مثلا. ومن الحاجات المعروفه في هذا المرض ان يرجع ذلك الى ان الكرات الدموية الحمراء لم تتكون بالطريقة الطبيعية، او كرات الدموية الحمراء فقدت من الدم بنزيف او تكسرت داخل الاوعية الدموية في الدم. من الحاجات المشهورة النوع اللي بيقولوا عليه نقص الغذاء مثلا، انيميا نقص الغذاء، نقص الحديد مثلا. الحديد من الحاجات المشهورة عنه انه نسبته في المواد الغذائية لا يزيد عن 10 ميلي جرام. هذه الكمية بتمتص منها بس 1 ميلي جرام من الديدين. الكمية دي قد تكفي عيانة ما هياش حامل، الا ان في اثناء الحمل لزيادة الحاجة الى الحديد وعمليات تخزين الحديد بالجنين، جنين بيخزن مش بياخد بس، ده بياخد ويخزن لدرجة ان الكبد مثلا في بتاع الطفل في حديد اكتر من امه، فبياخد ويخزن. فعلى ذلك الست الحامل لازم تتعاطى جرعات بكتير بكتير اكتر من 10 ميلي جرام حديد اللي موجودة في الاكل. فاي طبيب يباشر السيدة لازم يعطيها حديد ادام عرف انها حامل، لأن الكمية اللي موجودة في الغذاء لا تكفي أثناء الحمل.
طيب هل كل شيء انتهى لو انا اديتها الحديد؟ قال لك لا. ليه؟ لان علشان يمتص هذا الحديد لازم الجهاز المعوي بتاعها يبقى سليم، فممكن او يكون عندها نقص في كميات ال HCL او الحامض الهيدروكلوري اللي موجود في المعدة، فده يقلل من امتصاص الحديد. وممكن كمان ان يكون نوعيات الاكل نفسها، هو الحديد موجود في اللحوم، فاذا كانت بتاكل خضروات وفيجيتاريان اللي هم الناس النباتيين، فالكمية الحديد اللي في النباتيين لا تكفي لأثناء الحوامل. كمان ممكن مثلا معروف ان غذاء اللبن مثلا فقير جدا بالحديد، والبيض، البيض الحديد اللي فيه موجود معاه مادة اسمها فوسفيت تمنع من امتصاص الحديد، والحديد اللي موجود في العيش لا تستفيد منه المرأة. ليه؟ لان الحديد اللي في العيش موجود عليه مادة اسمها فيتات بتمنع من امتصاص الحديد. ومن المعروف ان كتر شرب الشاي مثلا ده فيه حامض اسمه تانيك اسيد، الحامض ده بيمنع امتصاص الحديد. فمش بس ان انا اديها حديد وانصحها لنوعيات الغذاء اللي موجودة فيها حديد وممكن تستفيد منه. وزي ما قلت نقص الهيدروكلورية المعدة او الحامض الهيدروكلوريك الموجود في المعدة يقلل من امتصاص الحديد. وفي ناس مصابين بعدم الامتصاص المعوي بتاعهم قليل، وبالتالي لا يستفيدوا من الحديد اذا اعطي الحديد عن طريق الفم. وعلى الطبيب انه يعرف العلاقة ما بين الحمل والانيميا، فالعيانين دول بيبان عليهم بعد ما يخلصوا الحديد اللي عندهم ويبتدي الجنين ياخد حديد عليه، كمان يبتدي يخلص الخزانات الحديد اللي موجودة عند الام، ويبتدي يظهر اعراض على الام زي عدم القدرة على التنفس مظبوط، التعب بعد المجهود قليل، الملها الى الكسل، وبعدين يكتشف الطبيب انها لونها بهتان لنقص الكرات الدموية الحمراء عند المريض. وعلى طول الطبيب بيروح عامل حاجة اسمها بلاد فيل، يشوف النوعيات الكرات الدموية اللي موجودة اللي هي صغيرة في الحجم، قيمات الهيموجلوبين فيها قليل، ونسبة الهيموجلوبين عند الناس دي يقل عن 10 جرام، هو مسموح انه يقل لغاية 10 جرام، لكن اقل من كده فاثناء الحمل يعتبر غير طبيعي، وعلى الطبيب مش يدي وقاية علاجية، ده لازم يدي علاج كامل بعد كده، لان دي تعتبر مصابة بالانيميا اثناء الحمل. طب وايه يعني؟ الانيميا اثناء الحمل قد تؤدي الى الاجهاض، وقد تؤدي الى الولادة المبكرة، وقد تؤدي الى نقص في ذاكرة الاولاد المولودين، وقد تعرض الام لولادة صعبة، وممكن يحصل التهابات بعد الولادة وحمى نفاس بعد الولادة. فعلى ذلك الطبيب لازم يعتني بهذا المرض في التشخيص. دي حالة أنيميا مع الحمل، ومن أسبابها الأنيميا أثناء الحمل أو فقر الدم أثناء الحمل، لأن أنيميا يعني هي يمكن كلمة بالإنجليزي، فبنقول فقر الدم أو الدم يعني مشاكله أثناء الحمل. طبعا ممكن الست الحامل يبقى عندها نقص في كمية الهيموجلوبين قبل الحمل ما يبتدي، يعني بيبقى عندها من الأول فقر دم قبل ما يبتدي الحمل، او ممكن يجي لها فقر دم بعد ما تبقى حامل. طبعا الحالات دي بتختلف، يعني الست تكون عندها نقص في الهيموجلوبين او كميه الهيموجلوبين بتاعتها قليله قبل الحمل بيبقى ليها اسباب كثيره، يعني ممكن يبقى عندها امراض بتقلل الهيموجلوبين، ممكن يبقى عندها مثلا ديدان او حاجه بتاثر على كميه الهيموجلوبين، ممكن يبقى عندها حاجه في النخاع مأثره وبتخلي كميه الهيموجلوبين قليله وبالتالي يحصل فقر دم. ففي انواع مختلفه لفقر الدم. طبعا هذه الحالات لازم تعالج قبل الحمل، يعني لازم لو محتاجة دم تاخد، لو محتاجة رفع نسبة الهيموجلوبين تاخد، او في عندها
زي ما قلت لحضراتكم ديدان او حاجة بتعالج من هذه الامراض حتى ترتفع نسبة الهيموجلوبين ويصبح الحمل في هذه الحالة كويس. ليه؟ لان الحمل اما يجي مع نقص في كمية الهيموجلوبين او فقر دم، الست دي بيبقى عندها كمية الهيموجلوبين قليلة، وبالتالي التغذية بتاعتها بتبقى ضعيفة، تغذية البيبي نفسها بتبقى قليلة، او الغذاء اللي رايح للطفل بيبقى قليل، وبالتالي بيبقى نموه غير سليم، ممكن يبقى ضعيف جدا، ممكن يحصل له اي مشاكل داخل الرحم، او يحصل له مشاكل حتى بعد الولادة وهو طفل. فهذه الحالات مهمة او نحن نعالجها قبل الحمل. لو ما تعالجتش او جات واحدة حامل وطلع لقينا ان عندها نسبة الهيموجلوبين قليل او عندها فقر دم، نعمل ايه؟ لازم نحاول نرفع نسبة الهيموجلوبين، ندي حديد، ندي دم، ندي ادوية ترفع نسبة الهيموجلوبين، ندي الاكل نفسه يكون فيه كمية حديد مناسبة، وهكذا. طبعا هذه الحالات بتبقى مهمة جدا، لان زي ما قلت لحضراتكم لها تأثير على الام وعلى الجنين. طب الست اللي عندها فقر دم دي او عندها نقص في كمية الحديد او الدم بتاعها زي ما قلنا مش مناسب، هذه الحالة بتشتكي من اعراض كثيرة. طبعا بيجيلها دوخة، بيبقى ضغطها واطي، بتشتكي من صداع، بيبقى في مشاكل على تغذية الجنين. فلازم هذه الحالة نعمل كل حاجة مناسبة لها لتصليح هذه الحالة. طبعا الحالات دي بتبقى محتاجة لعلاج خاص، يعني الحالات اللي محتاجة اللي عندها فقر دم او علاج هذه الحالات بيبقى محتاج لحاجات معينة. يعني زي ما قلت لحضراتكم في حاجات تعالج قبل الحالة وفي حاجات تعالج بعد حدوث الحمل، او يعني لو قابلناها بعد الحمل نقدر نعالجها في هذه الحالة. طبعا الحاجات دي بتبقى مرضية. في ساعات بقى نوع بيبقى الهيموجلوبين بيقل اثناء الحمل، يعني نسبة المية بتزيد مع كرات الدم، وبالتالي بيبقى عندها حاجة اسمها فيسيولوجيكال انيميا، او بيبقى عندها فقر دم نتيجة الحمل. ليه؟ نتيجة ان كمية المية بالنسبة لكرات الدم قليلة. دي ما بتبقاش يعني لها اضرار شديد، لانها بتبقى حاجة طبيعية او فيسيولوجية اثناء الحمل. فالحاجات المرضية محتاجة العلاج، الحاجة الفيسيولوجية او الحاجة اللي التغيرات الطبيعية اللي بتحصل مع الحمل دي مش محتاجة علاج. انيميا مع الحمل؟ طب دي علاجها ايه يا دكتور؟ فقر الدم بمفهومه العام معناه ان كمية الهيموجلوبين اللي موجودة في الدم اقل من الطبيعي. طبعا احنا ما بنقولش اقل من الطبيعي يعني 100%، طبعا كل ستات عارفين ان هم لما بيحللوا دم بيجي لهم حاجة كده من ضمن الايتمز بتاعتها اسمها نسبة الهيموجلوبين. نسبة الهيموجلوبين بتمثل نسبة الهيموجلوبين الطبيعي عندهم لنسبة الهيموجلوبين اللي مفروض تكون موجود حاليا. احنا بنبتدي نعتبر ان الست عندها فقر دم لو نسبة الهيموجلوبين قلت عن 75 او 80%. الشيء المهم ان الست الحامل اللي هي نسبة هيموجلوبينها 75% لو ما خدتش اي حاجة تحاول ان هي تحافظ على نسبة الهيموجلوبين بتاعها او تصلحها، بينتج عن كده ان هي تفضل نسبة الهيموجلوبين عندها تقل اثناء الحمل لغاية ما توصل لنسب اقل من كده اثناء الولادة. وده طبعا بيعرضها لمشاكل مختلفة في الولادة، وجايز يعرضها الى نقص كمية اللبن اللي هي متعشمة ان هي ترضع بيه مولودها ان شاء الله. نقص الحديد بيخلي كرات الدم الحمراء عددها قليل وحجمها صغير والكونسنتريشن او تركيز الهيموجلوبين فيها قليل. نقص الفيتامين B12 على العكس من كده عدد كرات الدم قليل قوي، انما كرات الدم حجمها كبير وجايز تكون اشكالها مش طبيعية، كمية الهيموجلوبين فيها ما هياش قليلة. بقية الانواع ليها اشكال مختلفة بتحدد وليها طرق مختلفة من العلاج. من ضمن التحليلات التانية اذا الطبيب لقى نسبة الهيموجلوبين واطية ان هو يبتدي يحدد نسبة تركيز الحديد في الدم، وده تحليل مهم جدا عشان بيورينا قدرة كمان الدم على ان هو ينقل الحديد اللي موجود في الاكل والست تستفاد بيه. في بعض الحالات اللي هي على وشك ان هي يبتدي عندها فقر دم انما هي لسه ما وصلتش لهذه الدرجة، السيرم فيريتين وده المادة اللي بتدخل بتنقل الدم بتنقل الحديد الى مصادر تكوين الهيموجلوبين زي النخاع والكلية وغيره، دي بتوصل الى نسب اقل من معدلاتها الطبيعية. علاج الانيميا سهل، ونبتدي باننا نقول ان علاج الانيميا بيبتدي من قبل الحمل مش اثناء الحمل. من قبل الحمل كل واحدة ست
ولان هي بتفقد جزء من الدم بتاعها اثناء الدوره الشهريه بتاعتها، مفروض ان هي تعوض هذا الجزء بان هي بتاخد مركبات الحديد والفيتامينات المختلفه في هذه الفتره بالذات. الحديد بيتاخد والفيتامينات على الاقل كبسوله واحده كل يوم من بعض المركبات اللي موجوده باسامي مختلفه في السوق، واللي الطبيب بتاع كل سيده بيفضل الف. اذا كان هي شخص ان عندها انيميا يبتدي يديها كميه اكبر من هذه الفيتامينات والحديد. الست لازم تراعي ان في حاجات جايز تقلل امتصاص الحديد من الادويه. اذا كان مثلا بتكسر من شرب الشاي او حاجات زي المماثله من الحاجات اللي بتقلل امتصاص الحديد من الامعاء، لازم تبتدي تقلل هذه الاشياء او العادات الصحيه المؤذيه. زائد ان هي بتاخد حديد لازم تاخد فيتامين بي 12، لازم تاخد فوليك اسيد وتركز عليهم لان دول بيساعدوا ادخال الحديد في ماده الهيموجلوبين. اذا كان في اي مصدر تاني للنزف لازم الست تشتكي بيه للطبيب بتاعها اللي هو بيوجه نظرها ازاي توقف او ازاي تعالج هذا النزيف، سواء من الانف سواء من البواسير سواء من غيره. أنا عايز أقول شوية نصايح مهمة للتغذية أثناء الحمل، يعني بصرف النظر عن الأدوية، التغذية أثناء الحمل وبعد وقبل الحمل، يعني استعدادا للحمل القادم تعملي إيه وأثناء الحمل تعملي إيه. الحديد مهم قوي كغذاء للحامل. طبعا لو ابتديتي قبل الحمل لازم تاخدي يعني حاجات فيها حديد كتير، زي إيه؟ طماطم، الكبدة، السبانخ، العسل الأسود، لازم تشربي لبن. الحاجات دي مهمة قوي لانه كمية الحديد فيها مهم، وبعدين بيرفع نسبة الهيموجلوبين. طبعا كمية الاكل اللي بتاكليها مش مهم، الكسرة بتاعت الاكل المهم النوعية، يعني الحاجات اللي فيها حديد كتير تاخديها. الحاجات اللي بتأثر او بتعمل مثلا عدم هضم ما بتأثر على امتصاص الحديد، يعني عدم وجود امساك، عدم وجود اسهال، لازم يكون الاكل مهضوم كويس، تاخدي حاجات تساعد على الهضم وهكذا. الحديد مهم قبل الحمل واثناء الحمل. لو واحده خدت الحديد ده او خدت الاكل المهم لرفع نسبه الهيموجلوبين يبقى دي مهمه قوي. لو ما خدتش وحصل حمل تضطر تاخد برضو اثناء الحمل، يعني نفس الحكايه ممكن تاخدها قبل او اثناء الحمل، بالاضافه للحديد اللي هيديهولها الطبيب المعالج لها، سواء بطريق حقن او بطريق حبوب او شرب ايا كان نوع الحديد. يبقى التغذيه مهمه زائد العلاج عن طريق الأدوية. دي مهمة قوي لأن زي ما قلت لحضراتكم الحكاية مش حكاية إن احنا حمل وخلاص، لا، لازم يكون في بين الحمل والحمل رفع نسبة الهيموجلوبين، الحالة بتاعت الست عامة تتصلح، سواء الدم أو في حاجات أخرى في جسمها لازم ترجع لطبيعتها قبل الحمل القادم عشان ما يحصلش مشاكل للأم ولا للجنين. بعض السيدات الحوامل بيصابوا ببعض الامراض، فاحنا بننصح السيده الحامل انها تهتم بغذائها بشكل جامد. فمثلا انها لازم تهتم انها تاخد كالسيوم، لازم كل يوم على الاقل تشرب كوبايه لبن مره الصبح ومره بالليل، ولازم يكون في وجبتها في الفطار بيض، فلان الكالسيوم ده مهم جدا لبناء العظم في الطفل. فهو الطفل في بطنها هياخد كميه الكالسيوم اللي هو محتاجها، سواء هي وافقت او ما وافقتش، هي ممكن ياخد من المخزون عندها. فهي بعد ما تولد هتصاب هي بالام في الظهر، وهتصاب بالام في كل جسمها بسبب هذا النقص. برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن لازم تاخدها اللي هو الحديد. فهي لو مش بتاكل اكل فيه نسبه عاليه من الحديد فهي ممكن تاخده على هيئه اقراص. وكمان عايزه اقول ان الخضروات بيبقى فيها نسبه كبيره برضو من الحديد، بس بشرط انها تاكلها
خضروات طازجة أو فواكه طازجة. برضو من ضمن الحاجات اللي احنا عايزين نحذر منها ان هي بما انها بتهتم باكلها لكن ما تزودش كمية الملح في الطعام، فان في ستات كتير بيكونوا عرضة لارتفاع ضغط الدم، وزيادة الملح في الطعام هيرفع ضغط الدم عندهم اكتر. فالملح لازم ناخده بصورة معقولة، ولازم المتابعة مع الطبيب المختص علشان بصورة منتظمة يقيس ضغط الدم، علشان ارتفاع ضغط الدم عند السيدة الحامل ده هو له مضاعفات كبيرة قوي عليها وعلى الجنين. الحقيقة بعد ما شفنا أعراض المرض المختلفة وأسباب المرض المختلفة وطرق تشخيصه وطرق علاجه، تعالوا معايا نشوف مع بعض تغذية الحالة دي هتكون ازاي. طبيب نفسه. الغذاء هو الدواء.